بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تصرف إنسان استلقى على الفراش ليستعد للنوم يختلف اختلافا جذريا مع تصرف إنسان أدرك أن السفينة التي يركب فيها تميل أو قد مالت توشك أن تغرق، أو أنه أمامه ساعات معدودة لإنقاذ نفسه وأهله وركاب السفينة، نسأل الله العافية. بالتأكيد إن الشعور بقدر الأزمة يخرج طاقات من الإنسان تجعله قادرا على مواجهة التحديات، وإذا لم ندرك في مثل المحنة التي نحن فيها قدر التحديات التي تواجهها الأمة فمتى ندركها؟ إذا تصرفنا في مثل هذا الوقت تصرف المستلقي على الفراش استعدادا للنوم، وتركنا شباب الأمة رجالها ونساءها وأطفالها يعني يتعرضون لأنواع المخاطر في دينهم أولا، ومنهجهم في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، دون أن نسعى إلى استعادة ما فقده العمل الإسلامي بسبب وجوه الانحراف التي حدثت خلال المدة الماضية. نستفرغ الوسع في معرفة التحديات وفي مواجهتها. أقول لابد أن نبذل ما في وسعنا في إدراك التحديات، إشعار الناس بحقيقتها ومواجهتها قدر ما يمكننا. إذا حدث بعد ذلك أمر نكون قد أدينا ما علينا، ونرجو الله عز وجل أن يعصم هذه الأمة وأن يحفظها وأن يبارك في العمل الإسلامي حتى يصل إلى غايته من إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. المحاضرة التي نتكلم فيها حول التحديات التي تواجه الدعوة والأمة وكيفية مواجهتها ببناء الأولويات بناء على هذا. يعني إحنا الأولويات اللي هنحدد بها العمل مهمة للغاية. إحنا محتاجين إيه؟ طريقة الإصلاح هتمشي إزاي؟ بناءً على معرفة هذه التحديات. لأن لو إحنا حطينا الأولويات عندنا مثلاً الإصلاح من القمة، ان احنا نصلح قمة الهرم، يعني احنا نوصل للحكم وصرنا سرنا في يعني هذا الطريق. اللي بيرصد الواقع يلاقي ان بالكثير لو بقيت الخيوط الرفيعة التي تحمل القمة
على غير قاعدة. لو هي ما وقعتش من ثقتها تطلع تظن ان انت تبقى اصلحت من القمة، وفي الحقيقة هم عايزينك تطلع فوق كده عشان يقطعوا الخيوط اذا ما تقطعتش لوحدها، وتقع انت على القاعدة تكسر ليه القاعدة والقمة مع بعض. وادراكنا لهذا بيخلينا نقول ان في عمل معين لابد الإصلاح الحقيقي على طريق دعوة الأنبياء مبني على إصلاح القاعدة. لما المجتمع كله يصلحوه مش هيتصلح، هيفضل فيه فساد، واللي هتبنيه انت في سنة هيهدوهم في يوم. أنا أرفض أولا إن اللي بنى في سنة يتهد في يوم، إذا بنى صح ما بيتهدش، بيبقى زي الزلطة تكسر الدرس وما تتكسرش، تبقى صخرة تنكسر عليها الأمواج. فتن تموج كموجي البحر. وشبه قلب المؤمن انه ابيض كالايه؟ كالصفا. صفا يعني ايه؟ الصخر، مش كده؟ الصخر لا تضره فتنه ما دامت سماوات والارض. فهم يعني عايز اقول لك الزلطه والدرس التمثيل، التمثيل الاحسن منه اذا كنا صادقين فعلا، قلوبنا بيضاء فعلا وثابته فعلا، يبقى مثالها مثال الموج والصخر اللي عمره ما بيغير الايه؟ الصخر. فما نتخضش لما يقول لك هيتهد في ايه؟ في يوم. والناس افتكرت اللي بيتهدي في يوم ده البالونة، اللي بيتهدي في ثانية بالونة كبيرة تتنفخ بسرعة ويجي دبوس ولا إبرة ويروح جاي ده شككها شكة واحدة تفرقع. لكن احنا على أي الأحوال غير متصورين إن الإصلاح يكون للمجتمع كله أو للعالم كله عشان نقول ده اصلاح القاعده. لكن الذي حدث دائما هو اصلاح طائفه قادره على توجيه المجتمع وقيادته واصلاحه، وتكون الطائفه دي فيها الكفاءات المطلوبه في جميع النواحي بما في ذلك النواحي الدنيويه التي يحتاج الى أن تقاد بالدين. إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين هي مقصود الإمامة، مقصود القمة، مقصود الهرم، مش المقصود إن احنا نبقى احنا اللي فوق وخلاص. المقصود إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سياسة الدنيا بالدين دي هتقتضي وجود كفاءات من جميع الأنواع، وإلا فاحنا دائما نعاني، بنعاني فعلا من ان في كفاءات كتيره ناقصه، تقوم تضطر تاخد من غيرك، تقوم ساعه الممارسه الحقيقيه تلاقي ايه؟ السلبيات الهائله. ومهما كان بتلاقي سلبيات، واحيانا تلاقي حاجات ايجابيه، لكن بتلاقي سلبيات قطعا واخيرا. انت بتلاقي السلبيات في اللي انت بنيته، في اللي انت ربيته، وفي سلبيات من جوه، لان انت فيك سلبيات، كلنا فينا سلبيات وفينا نقص. لذلك مهم قوي ان احنا نقول اولويات العمل الاسلامي. الاولويات دي مبنيه على ادراك ايه الخطر اللي بنواجهه. الخطر اللي بنواجهه ما بقالوش 3 سنين ولا 30، نقول هو اقرب بالنسبه لجيلنا والا الى 300. اقصد الواقع اللي موجود حاليا لما نيجي نتامله هو ثمره اكثر من 300 سنه من التدهور. وعشان نكون مستوعبين
الإمكانيات والقدرات والقوة المتاحة، علشان ما نتصورش ان بقول 300 سنة من التدهور اللي وصل بينا الى هذا الحال ان احنا نقدر نعالجه في مدة عمرها سنتين ثلاثة. هفكر الإخوة، أحلام اليقظة اللي كانت موجودة عند الإخوة قبل انتخابات الرئاسة، وإن كل واحد يزيد في الشعارات الإخوة تجري وراء أكتر وتضغط أكتر وتعتبره هو النجاة. ولغاية دلوقتي في حتت كثيرة في العالم الإسلامي لسه هذه القضية موجودة بدون مقومات. أعني الناس متصورة إنها لما توصل إلى الحكم وبدون مقومات دولة وبدون مقومات نظام إسلامي، مش بس في إقامة الدنيا في سياسة الدنيا بالدين، لا في إقامة الدين نفسه، إن مفيش مقومات، يعني مفيش مقومات إنك تيجي بقضاء يحكموا بالناس بالشريعة على طريقة الخلافة على منهاج النبوة. طريقة الخلافة على منهاج النبوة القاضي يجب أن يكون مجتهدا. الإخوة اللي بيحكموا بالشرع في المجالس اللي الناس بتروح لهم علشان هم راغبين في ان يحكموا بالشرع دلوقتي في المجالس العرفية، بدل المحكمين، بدل اللي هم يسموهم ايه يعني المراضي، مش كده؟ درجة الاجتهاد في ما يحكمون فيه درجة موثوق فيها ان هم وصلوا لدرجة الاجتهاد. انا هقول اعلى الشيوخ قدرا، هتلاقي لو قلنا لو في 4-5 يصلحوا ان يكونوا من طلاب العلم المميزين القادرين على الترجيح يبقى حاجة عظيمة. اللي هم هيلحقوا بالمجتهدين في الباب ده، ان طالب العلم الذي له قدرة على الترجيح يصل الى هذا الباب. ده انا بقول عشان ده مثال واحد بس، مثال لو قلت في التعليم، لو عايز تعلم الناس ما يلزم، لو قلت في الافتاء، لو قلت في مش الافتاء ان انت يبقى في ناس تستطيع نقل المذاهب او تستطيع التقليد، لا ده انت عايز افتاء في قرى المسلمين واحيائهم بما يكفي الناس ما يحتاجون اليه بالعدد بتاعهم في كل قرية ومدينة وحصن وحي، أن يوجد فيهم من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يقضي بينهم ومن يربيهم، من يربيهم، لأن التربية كأن الناس لما تكتفي بالإفتاء مثلا ولا بالتعليم هيكفي، ده احنا جزما ويقينا التعليم لوحده ما يكفيش، إن احنا محتاجين معاني التربية مش بس حتى تدريس التربية، ده جزء منها ان انا حدي علم التربية، لكن في ممارسة وخلطة وسلوك محتاجينه جامد جدا عشان نوصل لحقيقة الامر ده. ارجع تاني اللي انا كنت عايز اقوله، ان احنا بلا مقومات في كثير من معاني اقامة الدين او المقومات ضعيفة، واللي بناء على ذلك لابد ان احنا نجعلها من اهم الاولويات، لابد نجعلها من اهم الاولويات، ان انا اسعى الى معاني اقامة الدين ومن يقيمه واؤهل الناس على ذلك، اللي هي ايجاد الشخصية المسلمة المتكاملة، واللي النهاردة بتواجه تحديات خطيرة في نوعية هذه الشخصية داخل الصحوة الإسلامية.
أو داخل العمل الإسلامي. عشان كده نحطها في الأولويات. إحنا لما حددنا مناهج التغيير أو مناهج الإصلاح قلنا أول حاجة بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة. أنتوا بتكتبوها ليه؟ أنتوا مش حافظينها؟ أنتوا أكيد عارفينها. ما البحث بتاع مناهج التغيير ده ما حاجة بقى لها مثلا كام سنة؟ بقى لها دلوقتي بتاع 23 سنة بتدرس لإخواننا كمنهج. إحنا إيه هو الطريق الصحيح للتغيير؟ بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة اللي هي مبنية على الإسلام والإيمان والإحسان، اللي هي الدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة خطوتها الأولى. النقطة الثانية وجود الطائفة المؤمنة التي تقوم وتؤدي فروض الكفاية وتزداد فروض الكفاية معاها بكل ما تؤديه ده، ثم يمكن الله عز وجل بما شاء. وهو ده البناء اللي ما بيتهدش زي ما قلنا، وهو ده الصخرة اللي في مواجهة الأمواج. العمل ده اللي لابد ان احنا نهتم بيه، اللي بقول النهاردة بيواجه تحديات بنكتشفها لما بنختلط بأزمات بتظهر فيها سلبيات البناء أو أوجه القصور الكبيرة جدا التي تظهر في المحن. بنحاول نحدد منها عدد من التحديات أو اللي هي نتج بسبب عدم مواجهتها أوجه قصور خطيرة، بنتكلم عليها النهاردة كجزء من مهمتنا في ترتيب الأولويات وتنبيه إخواننا في كل مكان وحفظ همامهم على تحمل المسؤولية من أجل العمل الإسلامي الصحيح، إنه لابد أن يدركوه. لكن ده الإطار العام اللي احنا ماشيين فيه، إن احنا بندور على بناء شخصية إسلامية متكاملة وبناء طائفة مؤمنة تؤدي فروض الكفاية مترابطة. بناخد أجزاء نوضح بس أوجه القصور فيها مبني على التحديات التي نواجهها في هذا البناء. إحنا قدامنا تحدي منهجي وبنواجه تحدي دعوي وبنواجه تحدي سلوكي وخلقي، وكل دول في بناء الشخصية. وبنواجه تحدي متعلق بالكيان اللي هي قضية الطائفة المؤمنة، محاولات هدم فكرة الطائفة المؤمنة، هدم الدعوة ذات الكيان. عناوين المحاضرات اللي خدتوها النهارده كلها بتصب في محاولة سد الثغرات في هذا الجانب. نقول احنا بنواجه تحدي منهجي متمثل في عدة من القضايا، هنهتم بثلاث عناوين فيهم. محتاجين جدا ان يكون عندنا وضوح في مواجهة هذه التحديات. الثلاث عناوين دول او ثلاث قضايا منهجية ذات حساسية بالغة في العقيدة والمنهج، ما يتعلق بقضية التغريب، ما يتعلق بقضية التكفير، ومسائل التي تترتب عليها، مسائل الإيمان والكفر ومسائل الجهاد، وما يتعلق بمسائل التشيع والرفض، واللي هي عنوانها العقيدة في الصحابة وآل البيت والإمامة. لأن احنا العمل الإسلامي النهاردة بيواجه فعلا تحديات خطيرة في هذه الجوانب الثلاثة،
ولما نلاقي أن المسائل المختلفة لابد أن تضبط ضبطا صحيحا، لأنه ظهر بوضوح في خلال سنوات العمل الإسلامي أن كثير من أبناء العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية ليس عندهم تصور صحيح حول هذه القضايا. قضية التغريب قلت لكم أن الموضوع بقى له 3 قرون، ومش بعيد أن محاولات العلو الغربي من هذا التاريخ مستمرة، وأوروبا بنت قوتها المادية وفكرها الثقافي من تاريخ الثورة الفرنسية اللي بنيت على الحرية والديمقراطية والمساواة، واللي هي موجودة لغاية النهاردة بتحاول تفرضها بالقوة على العالم، تصورها الثقافي والفكري والمنهجي بتحاول تفرضه على العالم بالقوة والجبروت والمال والإعلام، بحيث أن المسائل دي إذا كانتش واضحة لدينا النهاردة اللي بيحصل ده كله مخططات هم معلنينها وبيقولوا إزاي نواجه الإسلام الراديكالي أو الأصولي أو السلفي، إن إحنا أنهي فرق وأنهي اتجاهات قابلة لأنها تتشرب مبادئنا في هذه النقاط، ومحطوطة يعني أولويات عندهم في العمل وتجارب على أرض الواقع، وفي اتجاهات بدأت فعلا تظهر، ظهرت خلاص ومارس الدور بتقبل المعطيات الغربية في هذه القضايا، والمعارك اللي احنا بناخدها الى النهاردة حوالين هذه القضايا وتوقعوا انها تزيد وهتفضل كل شوية حد يطلع لنا منها قضية من القضايا، لان قضية الحريات المعركة الكبيرة كانت في الدستور الاولاني والدستور الثاني واللي قبل كده واللي بعد كده حوالين قضية الحريات، هل لها سقف ولا بلاش سقف؟ الحريات دي عندهم هم جنبين فيهم، جنب بتاع حقوق الإنسان وجنب الحريات الايه المجتمعية، الحريات حرية الشهوات في الحقيقة. حقوق الإنسان ده بيردموا عليه ويستبيحوه بكل ما يمكن ويعينوا من يستبيحه، وعاشوا طول عمرهم كده، واللي يفتكر انهم هيقدموا هذا النوع ده احد نقاط الخلل اللي عند دراسة الواقع، من اللي بيدرسهم بيقروا حاجات بتاعتهم يفتكروا ان هم هيطبقوا الموضوع ده معانا. احد النقاط الخطيرة في موازنات الاخوان في الموازنات انهم افتكروا ان اوروبا والغرب هيتدخل لما يلاقي ان في انتهاك حقوق انسان، ودي حق، ولغاية النهاردة هم بيشتغلوا على النقطة دي وبيقولوا من الناس لابد ان تتدخلوا علشان ايه؟ عشان حقوق الانسان، وهم ناسين ان اللي هتك حقوق الانسان حقيقة هم الغرب، وهو اللي اخترع ادوات التعذيب، وهو اللي مارس ابشع انواع الانتهاك لحقوق الانسان اثناء الاحتلال لكل بلاد العالم العربي والاسلامي والغير اسلامي. فالموضوع ده اللي ما ياخدش باله منه يفتكر ان هم هيطبقوه علينا، الانسان عندهم معناه الانسان الاوروبي، اما بقيه البشر هم عندهم ايه؟ تحت الحيوان الاوروبي. الكلام ده مش تجني عليهم، دي حقائق. طب في هم نفسهم في اختلافاتهم مع بعضهم ومع غيرهم لا يعبؤون بدم ولا يعبؤون بعرض ولا يعبؤون بحريه، ومارسوا افظع انواع الانتهاك لهذا الحقوق، وبيطبقوه في كل مره يعوزوا يعرضوا في خريطه. الحرب العالميه الاولى كانت من اجل القضاء على الرجل المريض، بعد محاولات هدم بقول لكم 300 سنه اوروبا قعدت تحوط وتستولي على ممالك العالم، ملك العالم الثالث بيسموها، تحتل افريقيا وتحتل اسيا، وبعدين بتحوط الرجل المريض، تحوط الدوله العثمانيه وبدات تاخد اجزاء منه، تاخد كل حته دوله، واثناء وجود الدوله نفسها
كان بدأ إحنا مصر احتلت سنة 82، تونس سنة 1830، يعني قبل سقوط الدولة بأكثر بحوالي 90 سنة رسميا، يعني وإن كانت هي سقطت مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وملايين البشر قتلوا في سبيل تكوين خريطة جديدة. ملايين البشر قتلوا في سبيل تكوين خريطة جديدة، وفي سبيل تكوين خريطة جديدة ومناطق نفوذ جديدة في الحرب العالمية الثانية، اللي شهدت بقى ما ظن أنه تحرر للدول، يعني في ملايين البشر أيضا قتلوا. روسيا في القيصرية عشان تاخد أجزاء من الدول الإسلامية فعلت مجازر رهيبة، ولما ظهرت الثورة البلشفية الشيوعية أيضا فعلت ذلك. الصين عشان تاخد إقليم تركستان الشرقية 5 مليون، يوغوسلافيا عشان تتكون أكثر من 5 مليون مسلم في البوسنة والهرسك، البتاع الأخير ده بتاع 500,000 اللي هو حرب البوسنة والهرسك علشان تكوين الخريطة الجديدة تقسيم يوغوسلافيا. الدول الإسلامية التي احتلت من الثورة الشيوعية فوق 20 مليون، اللي هي كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان، كل الدول التي دخلتها التي احتلتها الدولة الشيوعية بملايين. النهاردة عشان العراق يتقسم تكلف 2 مليون، سوريا عشان تتقسم لغاية دلوقتي 250,000، والعدد مرشح للزيادة غير الجرحى غير الايه غير المشردين. 5 مليون مشرد، 5 مليون تارك لأرضه. والواقع اللي بيقرأ الخريطة يقول الموضوع لسه قدامه مسافة طويلة جدا، ومش عارفين هي ماشية فين، الماشية في طريق مؤلم ومن خلال الانحراف الثاني. لذلك الحقوق والحريات اللي عند الغرب هو هدفه الأساسي فيها، والمعركة اللي بيننا وبينهم هي في الحريات المجتمعية وما يتعلق خصوصا بالمرأة، الجنس والمال والسلطة وكل بقى ما يستباح في سبيل ذلك. المسائل دي الثورة الفرنسية قامت علشان تهدم حرية الطبقة الحاكمة الارستقراطية وتجعلها للناس كلها وبدون ضوابط إلا ما يختاره مجموع الناس. وفي كل يعني الدستور يعني اللي تم الوصول إليه بدرجة جيدة كان المعركة كلها كانت حوالين في الأولاني والثاني حول هذه القضية كأحد الخيارات النزاعات الأساسية. فقضية الحرية ترسيخ معنى العبودية لله عز وجل، ترسيخ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ترسيخ أن الرب هو المالك وأنه لا يمكن أن نكون أحرارا مع الله سبحانه وتعالى، وترسيخ المعنى ده بإرشاد الناس لحقائق لا يمكن المجادلة فيها، في أننا وجدنا قهرا ونرحل قهرا، وفيما بين ذلك لا نملك من أنفسنا ولا واحد في المليون والله العظيم. بس التفكير في الكلام ده هو اللي يوقظ في النفس الإنسانية حقيقة العبودية. أكثر البشر لا يفكرون في ذلك. أنت وأنت ماشي أصل يعني زي ما قلنا أصل الخلقة، إحنا جينا ما اخترناش حاجة في خلقنا، اتخلقنا ولا أبونا ولا أمنا كانوا بيعملوا حاجة. أمنا اللي كانت شايلة أكبر جزء من الموضوع مش كده؟ كانت عبارة عن إيه؟ حامل مش كده؟ حامل، الأم الحامل. لكن هي بتعمل حاجة جوه الجنين، كلفت إنها تخطط لقلبه، تخطط للجهاز الدوري، تعمل حاجة فيه، ما ولا تخطيط ولا إيه؟ ولا عمل ولا ذرة. ده هي شايلاه. الأب بقى اللي هو أبعد ده هو عمل إيه؟ عشر المعاشرة التي ترتب عليها وجود الايه النطفة في رحم المرأة التي ترتب عليها وجود الجنين. لكن هو عمل حاجة، واحنا بنعمل كده في عيالنا، بنعمل لهم حاجة؟ ده احنا ولا
بما في ذلك الصفات اللي بيتشكل عليها الإنسان. وإحنا ماشيين بقى أثناء كده، الكلى أنت مكلف بأنك أنت تزبطها، أنت مكلف بأن أنت اللي تمشي القلب تدق خليه يدق، جريان الدم في العروق، أنت كل ده ملناش فيه حاجة خالص. الفكر ده بيخلي الإنسان يستشعر أنه مملوك. الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر وهو المالك. يبقى منين تقول أنا حر معاه؟ أو منين تتصور أنه هو يتركنا بلا أمر ونهي؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالإنسان لما يفكر في المعنى دي يجزم والله العظيم بأن التصور الأوروبي الغربي اللي بيحاول يفرض على العالم في قضية الحرية بيتغافل عمدا عن وجود الإنسان ونشأته واستمراره في الحياة، علشان يوصله بأن احنا أحرار نعمل احنا عايزينه بما نختار. ده انت ما انتش حر في جريان كرات الدم البيضة والحمراء في 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 عروقك. انت بتتجدد تلقائيا كل يوم، بيموت منك ملايين الخلايا وتتخلق ملايين الخلايا وانت عايش، يعني فيما بين ذلك لا تصنع شيئا. احنا تولدنا 3 كيلو وما حولها، والنهارده حد وزنه كم كيلو ولا ملوش لازمه؟ كلنا عايزين نقص الوزن شويه، ها فوق المية احيانا، والمية دول كلهم خلايا حيه تقريبا عدا حاجات بسيطه، تحولت الماده من تراب وماء الى ماده حيه بقدره الله، حد عمل فيها حاجه؟ نمونا، استمرار حياتنا، كل الحاجات دي احنا مناش فيها. يبقى ازاي احنا ننكر حق الله عز وجل علينا في ان هو الذي يملكنا فهو الذي يأمرنا؟ وهو النقطة الثالثة اللي هي في معنى الربوبية، الآمر الناهي المشرع، اللي هي قضية المتعلقة بقى بقضية الايه؟ الديمقراطية. الحرية والديمقراطية، مش كده؟ الديمقراطية دي نشأت منين؟ فأصل فلسفتها، فأصلها إن كان في طبقة هي التي تشرع للناس، الإمبراطور والبابا، طبقة رجال الدين الأحبار والرهبان، طبقة إيه؟ السادة والكبراء. الاثنين دول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كانوا هم دول اللي بيشرعوا للناس. ولأن النصرانية ليس فيها تشريعات وبقيت فيها بعض البقايا من اليهودية محدودة، والتشريعات ده محدودة، والناس محتاجة مئات وألوف التشريعات، أصبح اللي بيشرع للناس مين؟ الأحبار والإيه؟ الرهبان والسادة والكبراء. الملوك وإيه؟ أحبار سوء ورهبانها، الذين أفسدوا الدين كما قال ابن مبارك، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالناس دي تسلطت على البشر واستعبدتهم واتخذوهم عبيدا عندهم بهذا المعنى، فالناس سقطت عليهم فانقلبت، فقالوا مين اللي يحكم؟ الناس، الشعب، اللي يحلل ويحرم، اللي له حق التشريع، لانه ما عندهمش تشريعات. عشان كده هم ما يعرفوش عندهم الا النظام الثيوقراطي والنظام المدني. الثيوقراطي الدولة الدينية التي يحكم فيها الأحبار والرهبان والكبراء والسادة بسلطة الإله، بأن اللي بيقولوه هو اللي ربنا أمر بيه، عافية كده والعياذ بالله، ما وبيغيروا فيه. ولذلك هم تصورهم عن التغيير في التحكيم في الأحكام والتحليل والتحريم، تصور ما تغيروا الحاجات اللي انتوا عندكم، ما تشيلوا الآيات دي، هم متصورين ان ده ممكن عندنا، مش متصورين ان الوحي المنزل ده لا يمكن حد يبدله ويغيره. كان في مقالات اوروبيين بيقولوا بعد احداث سبتمبر ما تشيلوا الايه بتاعت الجهاد دي من القران، ما تشيلوا الحاجات بتاعت الكراهيه والبغضاء دي من هم اعملوا. وناس كانت بتطالب يقول لك اعملوا مؤتمرات يشوفوا لنا حل في المشاكل دي، عندهم استعداد ايه؟ تصورهم طبعا اللي يغيروا العقائد
يغيروا التشريعات ويغيروا الحلال والحرام ويغيروا الأخلاق. والكلام ده كله بيحصل في أوروبا الآن من خلال ما يسمونه الديمقراطية، وهي في الحقيقة برضو نخبة، نخبة مسيطرة على الإعلام والمال والسلطة، بتغير في الناس، لكن بيظن ان هم بايديهم ان هم يعملوا من خلالهم هم من خلال، لكن الحقيقه ان الانتخابات بتحكم فيها ايه؟ الملايين، الفلوس، بتحكم فيها ايه؟ الاعلام. وده بيأثر علينا برضه، ده فكره نفسها يعني الـ 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 لكن اصل قضيه التشريع عندهم نقلوها هم من الثيوقراطي، ده الطبقه الحاكمه الثيوقراطيه، الى الطبقه الايه؟ الشعبيه، اللي هي حكم الشعب. واحنا الموضوع ده عندنا مختلف تماما. احنا ما عندناش المعركه دي، على فكره معركه اساسيه، قضيه الحكم، اي من له حق الحكم والتشريع، ان الله عز وجل وحده الا له الخلق والامر، ان الحكم الا لله. وبالضوابط المفهوم عشان ما حدش يخدعنا في ذلك الباب. الموضوع ده المعركة كانت كاملة فيه، من يعني الدستور الأول والثاني وقبل الثورة، والخناقة مع الاتجاهات الإسلامية اللي عايزة تمرر الموضوع ده، إن في اتجاهات إسلامية عايزة تعدي الموضوع ده، عدة اتجاهات في النقطة دي، وفي قضية الحريات أيضا في اتجاه محسوب على السلفية يجعل قضية الحكم والتشريع دائما كفر دون كفر ومعاصي فقط، ويضفي صفة الشرعية على الحكم المدني ولو كان بغير مرجعية للشريعة كتأصيل. مين دول؟ المداخل. لأن عندهم نقطتين احنا بنختلف معاهم إلى الآن فيها، قضية الحكم والتشريع ده حق لله عز وجل، وقضية الحكم نفسها في بصفاتها الغربية دي، الديمقراطية الغربية اللي بتقول ان الشعب والذين لك حق التشريع ده كفر اكبر نكر عن الملة. دي قضية لابد ان احنا نكون واضحة لدينا تماما. والنوع الثاني اللي بيقبلها مع انه بيظهر الالتزام بقضية الحكم فيها، الا ان باسم التنوير او تقية او باسم الاسلام الحضاري، واللي جزء منه موجود تطبيقيا عند الاخوان، وده كان احد موانع المشاركة في العمل السياسي بالنسبة لنا قبل الثورة، ان احنا مش شايفين مثال يحافظ على الثوابت في القضايا الثلاثة بتاعت التغريب كمثال عملي يشارك في السياسة. كان بيتسأل الناس يوم ما عصام العريان أظن راح يدي هدية قلم لنجيب محفوظ، فالحرافيش حاوطوا بيه، في مقال على فكرة في صوت السلف في الموضوع ده على 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 التصريحات اللي طلعت أياميها في 2005 أو، فبيقولوا لهم إذا جاءت صناديق الاقتراع بإلغاء الشريعة الإسلامية هل تقبلون؟ فقال طالما جاءت بصناديق الاقتراع نقبل ذلك، اذا جاءت برئيس قبطي او زنديق هل تقبلون؟ هل نقبل ذلك. ماذا تصنعون في الادب الاباحي والالحادي، او ادب الزندقه والالحاد، ادب الاباحي والادب ادب الزندقه والالحاد. فقال لم يزل الشعراء الاباحيون والزنادقه يكتبون شعرهم بكل حريه في التاريخ الاسلامي. وللعلم أوروبا متصورة أن الإخوان هم المثال الجيد للإسلام المدجن من خلال الحوارات مع الأوروبيين بذلك، وبعبع السلفيين والأصوليين المتشددين الذين يهينون المرأة والذين يرفضون الحريات والذين يكفرون الأقباط، هو ده اللي بيقرر ويكرر على المسامع بره، لدرجة ان هم الناس
يعني مقتنعين بأن هذا الحل الأمثل يعني، وشايفين مثال للقبول العلمانية عند الأتراك من فصيل إسلامي. يوم ما جالنا أردوغان هنا قال لنا إيه؟ اقبلوا ليه؟ العلمانية، والعلمانية لا تخالف الإسلام. الكلام ده صعب أن يكون بدون قناعة، صعب أنه يكون تقية فقط، والتطبيق العملي بيثبته، والتطبيق العملي بيثبته، يدي حرية للإسلام للمسلمين يعملوا ما عايزينه، اللي في نفس الوقت حرية للآخرين بنفس الدرجة. ولذلك الضغط كان موجود جامد جدا في تونس وفي الجزائر على القضيتين دول وعلى كلمة الدولة المدنية، لأن هو ده محور التغريب الذي يبحثون عنه. احنا عندنا ما عندناش الدولة الدينية اللي عند أوروبا تصورها، ولا نقبل بالدولة المدنية التي هي ضدها. الدولة الإسلامية مختلفة عن هذا وذاك، لأن الدولة الإسلامية الكل فيها ملزم بنظام تشريعي مرتبط بالوحي، وهي دي القضية، الوحي أم الهوى، حضارة الوحي وحضارة الهوى. والجزء الثالث المساواة، وأصدهم المساواة في الملل، وإلا فهم لا يطبقون المساواة نهائيا بين أوروبي أو غربي وبين إيه؟ بين الشعوب الأخرى نهائيا. ولو قلت لكم تحت الحيوانات الأوروبية، الشعوب الأخرى تحت الحيوانات الأوروبية، وإسرائيل هي بتمييز عنصري تام، وهم نفسهم إلى الآن ما زال الأمر يعني داخل مجتمعاتهم، يعني يعتبروها إنجاز هائل إن إيه؟ إن رئيس ملون يوصل لأمريكا، وده طبعا بعد يعني أمور كثيرة جدا، موازنات أخرى هي عندهم يعني. إلا أن قضية مساواة الملل من أخطر ما يمكن، وهتفضل متعرضة عندنا الأزمة، لأن محدش بيجهر بأن الدين عند الله الإسلام على حقيقتها غير حضرتكم، غير الدعوة السلفية، وإلا فالباقي قد يقول صراحة بأن لا فرق بين العقيدة الإسلامية وبين العقيدة المسيحية. هي القضية، هي قضية مساواة الملل، لأنه هننتقل منها إلى مساواة الملل. اعتقاد أن المسلمين إن الدين عند الله الإسلام، وما يتبعها بقى من قضاء الولاء والبراء. وقضاء الولاء والبراء دي مهمة في الباب ده، ومهمة في الباب الإيه؟ بتاع التكفير. مهمين جدا. إن أنا عندي درجة توازن مهمة جدا لازم تكون مدركة ومدروسة، مسألة. درجة توازن إزاي؟ الناس بتوزنها إزاي في الموضوع ده؟ في ناس بتوزنها بأنها تهدم قضية الولاء والبراء إلى درجة مساواة الملل زي ما قلت، إلى درجة رحم الله البابا يوحنا بولس الثاني على ما قدم من أجل ديني، وإلى درجة رحم الله فضيلة البابا شنود الثالث، ونرجو له حياة أمثل وأفضل في الآخرة، ودرجة أن ليس هؤلاء هم الذين وردت فيهم الآيات، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، أنا مش هم دول. بنقول الكلام ده اللي هي فيه قضايا مهمة جدا في الولاء والبراء تكون واضحة. ده عندي أنا لا أقبل التنازل ولا المسامحة فيه، ولكن عندي جانب تاني مهم للغاية، هو جانب المسامحة فين؟ في المعاملة، واللي لازم الإخوة تكون مستوعباه بضوابطه حال التمكن وحال الضعف، لأن له ضوابط مختلفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق نماذج متعددة في باب التعامل مختلفة، ولو الناس طلبت دايما بالتعامل بعد التمكن تماما في التعامل، العقيدة من اليوم الأول وهي في غاية الوضوح، ماشي كده؟ القضايا كلها، قضية الحب، الرضا، النصرة، الطاعة، المتابعة، التشبه، النصح والقيام بالأمر، كل القضايا دي واضحة من العهد المكي، واضحة وضوح تمام. إيه اللي يقبل التغير؟ قضايا المعاملة،
وبالتأكيد كان معاملة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مختلفة عن تعامله في المدينة في أول ما نزل في المدينة، ومختلفة عن بعد ما بدأ القتال، ومختلفة في عهد في مرحلة ما كان فيها عهود، وفي مرحلة ما بعد براءة. ومع إن العهود اللي في المراحل السابقة دي كلها يمكن التعامل بها عند الحاجة إليها حسب القوة والضعف وحسب المصلحة والإيه والمفسدة، ولازم الحاجات دي بقى مدروسة. عشان انت هيقول لك ازاي انتوا وافقتم على ان يبقى في بناء دور عبادة في بلادنا، وبلادنا دي امصار مصرها المسلمون، ونقول فيها ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما عاهد يهود في المدينة الجزء الخاص بيهم من ديارهم الثلاثة ما كانش المسلمين أصلا بيطؤوه ولا لهم شيء فيه، بما في ذلك معابد الايه اليهود وبيت مدراسهم واللي الرسول كان بيروح لهم أحيانا فيه، وفي أجزاء ما دخلش عليها المسلمون أبدا، ما وطئتها قدم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. طب في الثلاث سنين اللي قبل قريظة والنضير اللي الرسول من اول ما هاجر او بدات الهجره كان التعامل ازاي؟ كان المسلمين كانوا حافظين للعهد بما في ذلك ان هو لم يطأوا حصون اليهود، ما دخلوش حصون اليهود، وكان اليهود يمارسوا فيها كل ما يريدون، وكان عندهم معابد فيها. وكذلك لما الرسول صالح نصارى نجران، بل لما صالح قريشا ما اشترطش عليهم هدم الاوثان ولا حتى حوالين الكعبه. ولما دخل مكه في عمره القضيه ما كسرش الاوثان، بدليل انه كسرها امتى؟ في فتح مكه كان يشير اليها وهي تتساقط، اذا كانت موجوده ما اشترطش عليهم ذلك في هذه المرحله. ومكه هي اصلا التي بناها ابراهيم عليه السلام وعمرها ابراهيم عليه السلام. ومع ذلك في امور لابد نحن ندركها عشان ما يحصلش خلط. والمسائل الولاء والبراء مهمه جدا في قضايا التكفير اللي هي التحدي الثاني. عشان كده قلت لكم التغريب الثلاث قضايا دول لازم يكونوا واضحين جدا، ولازم تدرس جيدا بموازنتها المختلفه. اقصد في مساله المساواه، مساواه الملل دي اللي هي قضايا الولاء والبراء، لازم ندرس ايه اللي لا يقبل التنازل وايه اللي نقبله في التعامل، ولابد نعرف الفرق ما بين المكفر وغير المكفر، لأن الباب ده باب حساس جدا في مسائل التكفير. ما لو قلنا لأن الناس الخلط فيها أدى إلى أعظم الخلل قديما وحديثا. وسبحان الله إن قضية الحكم وقضية الولاء والبراء هم اللي دخل من خلالهم فكر الخوارج إلى الفساد، يعني الفساد دخل إليهم من خلالهم. شعار إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل، كفروا عليا رضي الله عنه من أجل ذلك، وقضية واشترطوا عليه أن يتبرأ من نفسه وممن، واشترطوا على المسلمين أن يتبرأوا منه ومن الحاكم أيما كان عبر التاريخ. بقى قضية البراءة عند الخوارج هي التي يكفرون بها المسلمين، ولغاية النهاردة جماعة التكفير بتكفر الشعوب العربية والإسلامية بإيه؟ بعدم البراءة، بعدم البراءة من الطواغيت، بالتبعية للطواغيت. والمسائل دي لو ما تبقاش واضحة وتخش عليها مسائل المعاملة الجائزة، لأن بقول في أمور من المعاملة لازم تبقى محفوظة، الأمور دي بتختلط على بعضها عند من لا يفهم. أنا قلت معاني الحب، النصرة، الطاعة، المتابعة، ودي معاني الولاء، التشبه، وضدها معاني البراء. واجب أن أوالي المؤمنين ويحرم أن أوالي الكفار، ويجب أن أبرأ منهم ولا أبرأ من المؤمنين. وفي معاملات جائزة لازم تكون واضحة. بقول في كل مسألة مسائل دي من مسائل الولاء، في حب كفري وفي حب محرم، في نصرة كفرية وفي نصرة محرمة، مش كده؟
طب مين يجاوبنا في الموضوع ده؟ أنا أريد أن يوضح لي الفرق متى يكون حب الكفار حبا يكفر صاحبه، ومتى يكون حبا محرما، ومتى يكون أمرا جائزا. أديله إيه؟ أديله دعوة كويسة. وبعدين إحنا الموضوع ده عايزين نعمل إحصاء الأول، مين اللي قادر على الإجابة، مين اللي عنده إجابته في نفسه كده حاضرة في الثلاث أسئلة دي. ارفع ايدك يا محمد، ما انت حفظتها ثلاث مرات ولا اربعه؟ ده انت كل ما اروح في حته اقولها انت ما تحفظتهاش لسه. ثلاثه اربعه خمس انفار ست انفار سبعه انفار سبعه. الاخوه بيقولوا هنا 201 ناقصوا شويه مش كده؟ ناس روحت 201 سبعه من 200 يبقوا كام؟ 3.5%. ده لو انتوا 200 انت مالك هم 200 ولا مش 200 مالك؟ ماشي 3.5%. الاخوات يمكن يكون في واحده ولا اثنين عارفين، مش هنزود برضو النسبه، هتفضل نسبه تعبانه كده. ماشي كده. الشيخ محمد بيعمل ايه؟ بينا كلنا؟ لا، ده انت حضرتك اللي هتروح تقولها في القريه، وهتروح تقولها في المسجد بتاعك. تعالوا لكم كم مسجد هنا يا شيخ؟ في ايتاي وما حولها. المركز؟ اه حوالي 50 بالقرى؟ 50 مسجد. المساجد دي كانت منبرا لتعليم الناس هذه القضايا ام لا؟ وهذه من قضايا التوحيد، والناس يفهمون ذلك علشان ما يجيش حد برضه يضحك عليهم وياخدهم بعيدا. لان هقول لك دلوقتي، انا بقول النسبه دي كده 3.5% وسط السلفيين العاملين. طب فما بالك بايه؟ بالدائره المحبه. فما بالك بالدائرة السلفية العامة التي لم تدرس هذه القضايا قط؟ فما بالك بالاتجاهات الإسلامية الأخرى غير السلفية؟ وعشان كده الناس اتخذت يمين واتخذت شمال، عشان النسبة دي هي كده. لأن الناس قضية الحب نفسها هي دي معنى الولاء والبراء ولا لا؟ وإلا فكبار يقولون بيننا وبين النصارى كل حب، وفي نفس الوقت يقولون عمن تعامل المعاملة المباحة، اللي هم مش فاهمين الفروق بينها وبين الولاء والوراء الواجب والمحرم، حكموا عليه بالنفاق والكفر والردة والخيانة. هقول لكم من معاني المباحة الكلام، مش كده؟ الجلوس، الوقوف. والله ما كنتش اتصور ان انا احتاج الى ان انا اذكرها. لا، احنا بنجيب البيع والشراء والاجاره والشركه والانتفاع بما عندهم، مش كده؟ عقد العقود معاهم. انا ان شاء الله في الحاجات في الطبعات الجديده في الوقت هنحاول نحط الحاجات دي كلها مما تعامل به النبي عليه الصلاه والسلام. هو الرسول مش قاعد مع الكفار، تفاوض معاهم، عمل صلح معاهم، مش كده؟ أباح القرآن الزواج من كتابية، عشان كده بقول لكم الحب المباح. لو واحد بيحب عشرة زوجته اليهودية أو النصرانية، بيحب شكلها ويحب معاشرتها وبيحب طريقة التعامل اللي بيتعامل بيها في جوه البيت ويبغضها على دينها، ما عملش حاجة محرمة. لو هو قال أحبها وقال مش مهم دينها، لا أبغضها على دينها، أو ارتكب محرما من أجل ذلك، هيخش في الولاء الإيه؟ المحرم أو الكفري. إذا أحبها على دينها يبقى كفر، أو يعني من أجل دينها ده بقاش أسوأ. وإذا أحبها حتى عصى الله بسبب حبه ذلك، فإن ذلك حب إيه؟ محرم. وإن لم يبع دينه. النصرة، احنا لقينا شيوخ كبار يفتوا بجواز ان يقاتل المسلم الامريكي تحت راية الامريكان في حرب دولة اسلامية. ها؟ الحب، واحد بيحب واحدة قالوا له تتنصر عشان تتجوزها، قالوا ماله؟ اتنصر. قبل ما يتنصر بقى ايه؟
كافر. وحبه ده بقى حب ايه؟ كفري وشرك. قالوا له تنصر، قال لهم لا ما سيبش دين. قالوا له خليكوا اصدقاء بقى عيشوا في الحرام زنا. قال لهم ماشي مدام حقنالها خلاص. ده ايه ده؟ لا محارب. قال لهم مش هبيع ديني. ماشي كده. قال لهم لا مش هكفر. قالوا له عيش في الحرام معاها. قال لهم ماشي يبقى محرم. ماشي كده. اتجوزها وهي نصرانية. قال لهم ماشي وبيحبها على شكلها يبقى ايه؟ مباح. مش كده؟ والحب المباح ده بينتقل في حقه الى حب هدايتها او حب هداية امه. ابو هريرة عايز امه ايه؟ تهتدي. مش كده؟ وحب ابي بكر بيقول لا اسلام ابي طالب يا رسول الله كان احب الي من اسلام ابي قحافه، لان اسلام ابي طالب كان احب اليك من اسلام ابي قحافه. وبيقدم حب الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيعي على ايه؟ على حبه هو. وكذلك قال عمر مهلا يا عباس فلا اسلامك كان احب الي من اسلام الخطاب لو اسلم، لان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نقول الكلام ده عشان نقول ده مثال اهو باب النصره. في باب وقلت لكم ان في مشايخ سوء افتوا لانه يجوز للمسلم ان يقاتل تحت رايه الكفار في حرب دوله اسلاميه يريدون احتلالها وابطال الحكم الاسلامي فيها من اجل ان هو ما يخسرش مكانه في الجيش الامريكي. وده في الحقيقه موالاه كفريه. ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ ويترأسوا هيئات عالميه لعلماء المسلمين. وفي نفس الوقت ايه؟ يكفروا بانواع ثانيه لا تمت بصيغه الموالاه. طبعا احنا بنعذرهم بالجهل. ما كفرش المعين. لكن هي موالاه كفريه فعلا. أجازوا الموالاة الكفرية في الحب وفي النصرة. ها؟ لا هو ما اتعلمش المسائل دي. هو اتعلم مسائل في الفقه لكن ما اتعلمش المسائل دي للأسف الشديد. فنقول هذه الامور لابد انها تدرس جيدا، خصوصا بقى ما يتعلق بالولاء والبراء. لكن الناس النهارده بتكفر بالوقوف بالوقفه والجلوس. قعدت مع شفيق دي خدت منا رقات قد ايه؟ ها؟ قعدت مع شفيق ومين اللي كان بيقولها؟ شيوخ، صح كده؟ طب انتوا كنتوا حاضرين عشان تعرفوا ايه اللي حصل. وربنا سبحانه وتعالى مش أذن أن يقعد مع الكفار الذين يستهزئون بآيات الله في موضع إذا خاضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى أنت هم ساعة ما يخوضوا يبقى لازم إيه؟ توم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. اللي قاعد وهم بيستهزئوا بآيات الله ويكفروا بآيات الله زيهم طالما قادر على القيام. لكن إذا خاضوا في حديث غيره يبقى إيه؟ يبقى يجوز تقعد. ممكن تقعد تتكلم معاهم في بيع وشراء، تقعد تتكلم معاهم في صلح. ما الرسول قعد مع سهيل بن عمرو مش كده؟ وفوضه، وقعد مع أبي سفيان، وقعد مع كفار كتير، وقعد مع نصارى نجران وفوضهم واتفق معه وناظرهم وبعد وكل ده تم بجلوس ووقوف وصلح وعهد وتفاوض وقبل شروطا جائرة. ومن ضمن معاني البعض يظنها مرتبطة بالمناصرة التي إن لم توجد كان الإنسان كافرا. أقول لكم مثال، شوفوا معنى مهم جدا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
يبقى احنا ممكن نعمل صلح مع كفار ويشترطوا علينا ان احنا من ايه لو حصل حرب بينها وبين الدولة الإسلامية تانية ملكوش دعوة. ينفع؟ ليه يا راجل؟ ما الآية بتقول اهي، يعني مش الآية بتقول كده؟ مش الآية بتقول وإن استنصر والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم، استنصرونا في الدين مش في دنيا، ومع ذلك على قوم بينهم وبينهم ميثاق، نقول لهم ما نقدرش. طب تخيل بقى ان احنا ما نقدرش مش من باب الميثاق بس، من باب ان احنا نستأصل، وتقول ان اللي ما يعملش كده يبقى خائن لله وللرسول، يبقى ضلال مبين ولا لا؟ ده لما يكفروا بهذا وينفقوا بهذا، لان انت طب ده الرسول عمل كده مع سميه وياسر وعمار مش كده؟ وكان بيقول لهم ايه؟ صبرا على ياسر فان وعدكم الجنه، لان هو لو كان امر المسلمين بنصرتهم زي ما لو سيدنا موسى امر بني اسرائيل بنصره السحرة وهم بيصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، كان هيحصل ايه؟ هيبادوا. ده هو لما وصل الاذى لبني اسرائيل سيدنا موسى قال ايه؟ استعينوا بالله واصبروا، سنقتل فرعون، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، قالوا اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ما قالهمش قوموا اعملوا ثوره ضد الفراعنه، لان لا مفيش فعلا هيؤدي الى اهلاك بني اسرائيل، وفي مخرج لهم باذن الله، الله يدبره لهم، اصبر فسيجعل الله لك ايه؟ مخرجا، مش كده؟ ده سلمه وهو بيفتن في دينه، يبقى ده نسميه خذلان للمسلم وعدم نصرة توصل لدرجة التكفير. ده احنا والله ما عملنا كده، ما وصلناش، لان احنا ما كانش عندنا حاجة تلزمنا بكده، ما كانش عندنا حاجة ده. يعني احنا بنلف كده بتشوفونا في القرى بنمسك الاخوان ونسلمهم للامن، انتوا عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ مش عارفين ان ما طبطش عليهم اكتر من مباحث؟ حد افتاكم بانكم تروحوا تمسكوهم وتودوهم؟ انا هقول لكم اللي ارتكب جريمه يتعمل فيه كده، لكن عشان ما حدش غيره يتاخد، لكن احنا عملنا كده عشان نقول ان احنا ساهمنا او نصرناهم؟ احنا حتى خرجنا مظاهرات نصرة لتمرد ونصرة لمن للسيسي لما طلب تفويض، بسأل بس. طب احنا قلنا مش هننزل هنا، تعتبروا ان هذا الامر خذلانا يقتضي التكفير والنفاق؟ مش ده خلل في قضايا الولاء والبراء؟ خلل هائل. قلت لكم مجرد الكلام، مجرد التفاوض، مجرد عقد صلح وميثاق واتفاق، يجعلونه ايه؟ مكفرا ونفاقا وردة، وياخدوا معاهم قطاعات عريضة بسبب ايه؟ تمدحوا على ايه؟ انا مدحته على قتل النفوس، انا مدحته على ايه؟ حددت، انا قلت ان انا بقدره في انه رجل ادار المؤسسة التي يديرها بطريقة ناجحة، وان هو اكتسب حب الناس اللي حواليه، وان عنده تدين شخصي، ودي حقيقة. أنا مش هكذب نفسي عشان ما ازعلش الناس، وهشهد بما علمت في هذا الباب، بما علمته من مصادر غيري قبلية، وأنا لما شفتها إن في محافظة على الصلاة، في محافظة على الصيام، في تعظيم في الجملة للدين وعدم رغبة في الابتعاد عنه ولا محاربته، اعترض وانت حر. طب ومال؟ يعني انا مدحته في حاجات معينه معلش، يعني انت بتتكلم اي كلام كده بالحق والله. هقول لك ليه الشبهه في القتل دي، معناها ان يكون في خصومه بين اثنين، واخد بالك؟ الشرع اعتبرها بمعنى انه اثبت الجريمه على الراجل، ولا قال ايه؟ قال تحلفوا 50 يمين، صح كده؟ 50 واحد، واعرفهم وهم عارفين ان اللي حلفوا كذب،
لا يبقى بعد السنة منهم عين تطرف. احلفوا 50 يمين عشان اللوف ده، صح كده؟ عشان الشبهة. تيجي انت تقول لي انا اذا مدحته عشان في شبهة تبقى انت غلطان؟ لا ما عنديش مشاكل يا شيخ، ما تزعلش، ما فيش مشاكل. ما انا بس بقول لك يعني ان انت بتستدل باستدلال لا تعرف عنه شيئا. معلش هديك كلمتين جامدين شويه بس عشان الحقيقه واخد بالك منكم حماده مش زي اي حاجه. المهم ان فعلا بقول لحضرتك استدلالك في غير موضعي تمام، وانا ليا غرض معين في ذلك، وتعالى وزنها ان ايه البدائل اللي هتعرف بس، واخد بالك؟ لكن القضيه لها ابعادها الاخرى. المشكله في اللي احنا الموضوع ده، استناني شويه بقى، هم كفرونا وضللونا وقالوا علينا خونة عشان مدحت السيسي، ولا الكلام ده بقاله قد ايه؟ الكلام ده بقاله من يوم المبادرة، صح ولا غلط؟ من يوم المبادرة والكلام ده بيتقال والعياذ بالله، والاتهام بأنواع. وبعدين على كافة المستويات، لديك قضية التكفير دي قضية ذات أهمية قصوى أن تدرس جيدا. ضوابط التكفير، موانعه، شروطه، ما هو الذي يكفر وما الذي يكفر فيما يتعلق بباب الحكم وباب الولاء والبراء خصوصا، وانواع الشركيات الاخرى. لابد قضايا العذر بالجهل، قضايا ما يثبت به حكم الاسلام للانسان، المسائل دي لازم تدرس جيدا، لان الجهل بيها يترتب على عليه ان يحدث خلل هائل في هذا الباب، بيترتب عليه بعديه التكفير، سفك الدماء وانتهاك الحرمات. وبقول لكم المسؤوليه عليكم خطيره، المسؤوليه عليكم خطيره. ليه؟ لان مفيش حد تاني عنده القدره على مواجهه الفكر ده الا حضراتكم اذا درستم دراسه صحيحه. زمان لما ظهر فكر التكفير، اظن دكتور رمضان قال لكم كانت اول نسخه، كانت نسخه ايه؟ شكري مصطفى. شكري مصطفى لما ظهر في جامعه الاخوان، الاستاذ الهضيبي ألف كتاب دعاء لا قضاء، أو ألف بإشرافه للرد على هذا، عمل وقاية لمعظم شباب جماعة الإخوان من هذا الفكر. وكان الكتاب ده مهم جدا نقروه عشان ونشروه وسط الإخوان، لأن هم عندهم إن بس خدوا بالكم يعني إن القيادة الحالية بتعبر مرحلة حسن هضيبي، بتعبرها يعني مرحلة غير معترف بيها. لكن الكتاب ده كتاب غايه في الاهميه. ليه؟ لان هو بقول لكم اللي عمله المشكله ان النهارده ما فيش هضيبي تاني يقف الوقفه دي وله منزله فيهم، لان الهضيبي كان الايه؟ كان المرشد، ومن 48 من مقطع حسن البنا لحد 68 او 67 تاليف الكتاب ده، يعني كام سنه؟ 20 سنه مرشد، وله وضعه القوي جدا واتسجن معاهم. يعني النهارده تحاول انت تدور النهارده على حد اخوان يطلع من المنشقين، يطلع ملوش اثر. فما فيش حد هيواجه الكلام ده غير حضراتكم بالحجه والالزام. حضراتكم مش مواجهين الامر بما ينبغي من التعلم علشان تقدروا تواجهوا بالحجه، يبقى الوضع خطر جدا، وهينتشر الفكر ده تدريجيا، ولا معلش يعني ولا بيتقاوم بقرارات اوقاف ضم المساجد، ولا بيتقاوم بتوحيد خطبه، ما بيتقاومش كده. الفكر ده بينتشر بطرق تانية، وبالتالي فحضراتكم عليكم مسؤوليه ضخمه، وانتم مهيئ ليكم الباب، والباب بتاعكم مفتوح، لان في مؤلفات وكتب ومشايخكم اللي بيدرسوها، واذا انتم فرطتوا في الباب ده تبقى انتم من اشد الناس تفريطا. والخطر الداهم الثالث اللي هو ايه؟ التشيع. لان هم دول اكبر بدعتين عبر التاريخ، واللي باقيين من البدع القديمه، يعني في كم واحد معتزلي؟ في كم واحد من القدريه؟ ممكن هتلاقي شبهاتهم موجوده، لكن كفرقه هتلاقي في كم واحد اباضي؟ الاباضيه موجودين في عمان، دوله بتنشر فكرها كل وشعب قائم. ومعلش يعني فكر التكفير اخطر بقى دلوقتي، لان هم الاباضيه قاعدين في دولتهم ياكلوا ويشربوا ولهمش دعوه. لكن دلوقتي الفكر التكفير بينتشر بقايا هذا الفكر، اما التشيع فاخطر واخطر، لانه اكبر طائفه مبتدعه منتسبه الى القبله
موجودة لها دولة تسخر الملايين لا المليارات من أجل نشر هذا الفكر، ومصر محطوط عليها العين، والسعودية محطوط عليها العين، اليمن خلاص تكونت الدولة أو بدايتها الحوثيين، ومطلوب أنها تضم جنوب شرق جنوب غرب السعودية، غير الدولة اللي في الإيه اللي في الإحساء اللي بيعد لها. دي الخريطة اللي بردرد لويس عاملها ومقسم فيها السعودية الخمسة ومصر الأربعة وليبيا الثلاثة، وكل الدول دي بتقسم، والحرب على تدمير المجتمع والدولة من أجل الوصول إلى الفوضى الخلاقة. كوندا كونداليزا هي صاحبة فكرة الإيه أو صاحبة تصريح الفوضى الخلاقة، هي مش صاحبة الفكرة، لأن دي أبحاث ضخمة جدا بتتعمل، تدرس دراسات عرقية، تدرس يطلعوا ويشوفوا في كم عرق في مصر، المشاكل الاجتماعية مع مين، في نوبة لهم لغة مستقلة، يتخنقوا 50 مرة لهم لغتين، يتخنقوا خناقات جامدة جدا على رعاية الدولة للتعددية، ان الدولة هي اللي ترعى عشان يتنص في الدستور على ان احنا اللي نرعى اللغات الغير عربية، الدولة مكلفة كده او لغة النوبية لغتين والامازيغية في سيوة اللي هي بتاعت عشان الناس تبدأ بيدرسوا دراسات متكاملة ويقعدوا يبسوا بقى يختاروا 2-3 يجندوهم ويبدأوا يبثوا فيهم فكرة الانفصال علشان كمان 30-40 سنة النوبة دي تبقى ايه دولة تانية غير مصر وغير السودان كمان، والسودان تقسمت 2 ومعد الكردفان ودارفور والنوبة، يبقى السودان بتاع 5 دول، مطلوب 72 دولة بدل 25، 72 دولة المخطط انه يبقى 72 دولة بدل ايه 25 دولة عربية. ف الشيعة متجربين ممتاز، تجربة ممتازة في افغانستان ثم الايه العراق، وهم عداوتهم لأهل السنة تفوق اي عداوة اخرى، يتمنون الفتك بنا احلامهم احلام اليقظة يعني ما بيدروهاش، بعد اتفاق السياحة بتاع 5 مليون، عارفين ايه 5 مليون؟ يعني 41,000 يوميا غير اللي كانوا موجودين امبارح، يعني دخلوا النهارده 41 هيقعدوا 10 ايام، كل يوم هيزيد عليهم ايه 41، يعني يبقى في 500,000 متناوبين طول السنه. تخيل بقى شيعي ايراني موجودين. الاتفاق ده لما تم خامنئي خطب خطبه جمعه اظن بعد مقطع حسن شحاته، وقال ان الوهابية في مصر لن تمر عليها السنة، والحمد لله طلعت بره الحمد لله. لكن انا بقول طب الفكر ده هيواجه ازاي، هيواجه بان احنا نعرف المأساة اللي بتحصل في سوريا دلوقتي وفي اليمن مأساة مرجعها الفكر الشيعي الحاد شديد التطرف والعياذ بالله. انا فوجئت بان تركيا نسبة العلويين فيها 10%، حوالي 9 مليون علوي يمتلكون اكثر الثروات لابد من شراء رضاهم. اول مأتم عاشوراء تم في اسطنبول من يوم تحريرها في فتحها على يد محمد الفاتح وقع منذ سنة أو سنتين في عهد أردوغان، حضروا أردوغان شخصيا مأتم الحسين في عاشوراء. فبقول لواحد تركي الكلام ده فقال لي الراجل السياسي ما بيحبش الشيعة بس لازم يسيسهم علشان ايه يمالي أموره ولا يسقطوه.
من خلال العلويين. يا دي المصايب والله العظيم. اذا ما احنا اقول لكم الناس ممكن تكون مش فاهمة، ولان هم بيقولوا لهم ديننا واحد وكتابنا واحد وقبلتنا واحدة ورسولنا واحد، يبقى خلاص. طب الناس دي قبلت الاتجاهات الاسلامية التي قبلت ان تتحالف مع الشيعة، تعرفين داعش اكبر داعم لها ايران، وهنا كان اكبر داعم كان مراد تخطيط لتكوين تحالف مصري تركي ايراني اقتصادي. تكفير قاعدة وتكفير، بس مين اللي بدعمها؟ ايران. تخيل بقى، لان هما ما عندهمش مشكلة في التعامل مع دول. لا، اخي بيحكيني بيقول لي بيكلموا واحد منهم حبس، فبيقولوا له انتوا ليه مالكوش مواجهه مع نظام الاسد؟ انتوا مركزين الجهد كله على المناطق المحرره، حربكم كله ضد المناطق الايه؟ المحرره اللي بيقاتلوا فيها الاسلاميين الفصائل الاسلاميه الاخرى. فقالوا لهم ايوه، لان احنا قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار الاصليين. فقال له ولذلك احنا فعلا مهتمين بالمناطق المحرره. فقال له طب وقتال العلويين ده من انهم جنس؟ قال لهم قتال الكفار الاصليين. لما دخلوا الرقه اول حاجه عملوها امنوا رجال الاسد ومشوهم، سلموا عليهم ومشوهم، وذبحوا كل الفصائل الاخرى الاسلاميين طبعا الاول. ذبح ذبح، يذبحوا الراجل ويلعبوا كوره براسه والعياذ بالله. تكفير ورفض، افظع انواع البدع والله العظيم. الموقف خطير، واحنا كان مجتمع على الدعوه السلفيه دي الاثنين مع الغرب، يعني الثلاث حاجات اللي بقولهم دول كلهم متفقين عليهم. وعشان كده اذا لم تنتبهوا للمخاطر واذا اضعفتم الكيان فالفتك بهذه الدعوه سوف يكون خطيرا. اولا هو خطير على مصر كلها وعلى العالم العربي والاسلامي كله، لان انا بقول ان الدعوه السلفيه هي الحافظه كيان المجتمع من الانخراط في حرب داخليه، هي التي وقت. وزي ما الجيش هو، حتى لو زعلت، الجيش هو اللي عامل عمود الدوله، الدوله كدوله باقيه بوجود الجيش. والمجتمع ما يتحولش لحرب داخليه من خلال الدعوه السلفيه. والناس هتموت غيظا، فعايزه تقضي على هذا الكيان. عشان كده بقول لكم احنا بنواجه تحدي متعلق بالكيان. مطلوب دعوه مفككه، كل واحد يعمل اللي عايز يعمله ويسيب اللي عايز يسيبه وينام ساعه ما ينام ويصحى ساعه ما يصحى، مفيش مشاكل. ويقبلوا السلفيه اللي من النوع ده. ماشي كده؟ وخد بالك، قبول مؤقت الى ان تزول، لان مفيش دعوه بلا كيان تبقى وتستمر. لازم تكونوا فاهمين. ويوم ما يكون الكيان ضعيف التاثير في افراده، انا بقول احنا ليه طلعت النسبه 3.5؟ اقول لكم ليه؟ ثمرت عهد حسني مبارك. ثمرت عهد حسني مبارك. انا كنت اعرف اجي لكم في ايتام عهد حسني مبارك. طب بنطبق البرامج بتاعتنا على مين؟ على 5 انفار، على 6 انفار، منهم ابو احمد. البرامج بتاعتنا دي حفظها مين؟ 5 انفار. ابو احمد هيعمل ايه؟ بالكتير 5 انفار. هو في ابو احمد مش كده؟ موجود. فاكر ابو احمد القعده عند الشيخ يونس. لكن احنا مشاكلنا ان قطاع عريض جدا التزم على الفضائيات وبقوا سلفيين باللحيه، ماشي، لكن ما درسوش الكلام ده. واسلاميين كتار وناس محبين للتيار الاسلامي ما تعلموش القضايا دي. ثمره من ثمرات البلاء اللي كان موجود. بقول لكم لو استمر الوضع على ما هو عليه بعد ما ربنا يسر وبقى لكم مسجد وليكم مساجد 50 مسجد وتقدروا كل يوم تعملوا درس تثقيف اجباري بعد الفجر وبعد العشاء،
او بعد الفجر وبعد المغرب او بعد الفجر وبعد الظهر، بتوع مطروح ما ينفعش معاهم العشاء، ينفع معاهم الايه؟ الظهر. اذا ما تعلموش المسائل دي هيبقى يسهل يتلعب بيهم كوره، هيروحوا يمين وشمال ويبقوا تكفير، ويتقال لهم الجهاد في سبيل الله. وفقه الجهاد في سبيل الله ده لازم يتدرس. ما هو احنا كنا زمان بننكر على اللي بيقول يجب الخروج على الحاكم المبدل ولو بعصا. كان الدكتور عمر عبد الرحمن مؤلف كتاب اسمه كلمة حق، بيقول فيه يجب الخروج على الحاكم المبدل والعصا، يعني الناس تخرج تحارب الدبابة بالايه؟ بالعصاية. طب ده لو بالسيف ما ينفعش يا راجل. فما بالك دلوقتي اتقال للناس ايه؟ تلقوا الطلقات بصدور عارية، والناس قبلت الكلام ده وعاشت تحلم بالشهادة في هذه الأرض، وتقال لهم ان البقاء هنا الى ان تموت افضل من الذهاب الى الحج، وافضل من الاعتكاف في المساجد الحرام، مسجد الحرام. صح ولا غلط؟ واتقتل الناس هناك، واللي قالوا لهم كده مشيوا، لا ما هربوش، ده كانوا مشيوا عشان يستغلوا الواقع ده في ان هو يهيج البلد كلها. بس موازنته غلط كلها. ليه؟ مبنية على ايه؟ على ان الغرب هيتدخل، ومصيبة الغرب هيتدخل، او ان الجيش ينقسم، او ان الدولة تنهار. ها؟ اخترناهم من الاول لان احنا ما كناش نظن ذلك، وعملنا اتفاقات وظننا ان العهود سوف تكون ايه؟ ملزمة وفي التزام. ولان انا لو ما كنتش اخترتهم كان حضرتك وحضرتك 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 ساعتها هتقول لي يا خاين للمشروع الاسلامي. ده انا يوم ما اخترتش حزم واسماعيل عملت لنا ازمه. صح ولا غلط؟ كانت ازمه ضخمه جدا، لان انت فضلت تحلم بان احنا قادرين نوصل، وخلاص هنوصل اهو بالشعار، من غير مقومات لا إقامة دين ولا إقامة إيه؟ دولة. أنا مش بقطم، أنا بقول بس حقائق لازم نكون منتبهين لها علشان نقدر نوصل لنتيجة.